قرأهم الله تنوينا إثر الفتح اجعل أليفا وقفا وتلوى غير فتح احذفا واحذف لي وقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مور اللزوم رد يقتفي وغيرها التانيف من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو اشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا ينقفا محركا وحركات ينقل لساكن تحركه لن يحول ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف النقل والنقل إن يعدم نظير ممتنع ولك في المهموز ليس يمتنع بالوقف تأتانيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقلل في جمع تصحيح وما ضها وغير ذين بالعكس تما وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخرين كأعط من سأل وليس حتما في سوى مكعي أو كيعي مجزوما فراع مرع أو وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها إن تقف وليس حتما في سوى من خفض باسمك قولك اقتضاء مقتضى ووصل للهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزم ووصلها بغير تحريك بناء وديم شذ في المدام استرسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما سبحانه الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة تقول جاء زيد اليوم وقفت على زيد تقول جاء زيد والله مررت بزيد اليوم مررت بزيد هذا هو الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة يترتب عليه أحكام السكون والروم والإشمام والنقل والتضعيف والزيادة والحذف ولكل منها محل سوف يذكره إن شاء الله الوقف باعتبار آخر ثلاثة أنواع وقف اضطراري شخص كان يقرأ انتهى نفسه ووقف حيث انتهى نفسه وقف اختباري كشيخ القرآن يقول لك اقف لي على شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم تقول له إن شجرة كما ترسم في المصحف امرأة نوح قف عليها تقول امرأة كما ترسمها المسلمات إذا جاءك المؤمنات القارعة هذا يسمى وقفا اختباريا الوقف الاختياري أنواع قد يكون للاستثبات ومر بكم الحكاية تقول جاء رجل تقول من جاء رجلان منان استثباتا تسأل عن الشيء نكرة بمن وبأي رأيت رجالا أيين جاءت امرأتان منتان هذا يسمى وقف استثباتي ووقف إنكاري إنكاري ترد على المتكلم ما قاله تقول له كذبت ولكن تقولها بطريقة أخرى يقول لك جاء زيد تقول له أزيدوني أي لم يأتي سبحان الله غريب اللغة العربية ويقول لك رأيت زيدا بدل أن تقول له كذبت تقول له أزيدني أي لم يأتي مررت بزيد أزيديني هل إذا كان منون فإن كان غير منون تشبه الحركة تقول جاء عمر ليس منون تقول أعمره رأيت عمر تقول أعمره جاءت حلامي تقول أحلامي أي لم تأتي هذا يسمى الوقف إنكاري ثالث يسمى الوقف التذكري وقف التذكري أردت أن تقول في الدار رجل عندما قلت في الدار نسيت رجلا تبقى متشبها بالكلمة الأولى تقول في الدار رجل حتى تذكر لي بعدها وصل عمر عندما قلت وصل نسيت عمر تقول وصل تبقى متشبها بالأولى حتى تذكر لي بعدها النوع الرابع يسمى وقف الترنم وهو عند بني تميم عند النجم إذا أرادوا أن يقطعوا النطق
قال أقل اللوم عاذل والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا. لا يريد أن يصيح طول الوقت, يقول أقل اللوم عاذل والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا. قاله جرير وهو تميم مجدي. هذه أربعة أنواع كلها تسمى من أنواع الوقف, الاختياري, وهذا كله غير مراد له, لكن أحببت أن أطلعكم عليه. قال أحمد تنوين يعني ثلاثة حين يجعل ألفا وقفا. إذا وقفت على المنون المرفوع والمجرور سكنه, تقول جاء زيد في هذه الرفع ومرت بزيد, وفي هذه النصب تقول رأيت زيدا, وهي لغة القرآن ولغة الحجازية. لغة الأزد شنوع العمر يشبعون الحركة, يقول جاء زيد رأيت زيدا مرت بزيد, يشبع بعد الرفع بالواو وبعد النصب بالألف وبعد الجر بالياء. ربيعة يقفون على الكل بالسكون, يقول جاء زيد مررت بزيد رأيت زيد, واستعمل ابن مالك كذلك في ألفيته. أما قولي تنوين أن إذا فتح يجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح حذفا. واضح. واحذف لي وقف في سي واضطراري صلة غير الفتح في الإضمار. الضمير إذا كان مضموما احذف حركة احذف صلته, وإذا كان مكسورا احذف صلته. تقول الكتاب له, تقول كتاب لها. مررت به, تقول مررت به. إذا كان مفتوحا أبقيها, تقول مررت بها. وبعضهم طيب ينقلون حركة لا إلى ما قبلها ويسكنونها. قال بالفضل ذو فضلكم الله به, والكرامة لا تأكرمكم الله به. أصوى بها نقل حركة لها إلى الباء ففتحه وسكنها. قال في السي والطراري إذا كان الشاعر مضطرا له أن يمد. قال الشاعر ومهما هم ضرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. مضطر لم يقل سماؤه. قال تجاوزت هندا رغبة عن قتاله إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره. نقول واحذف لي وقف في السي والطراري صلة غير الفتح في الإضمار. إذا كان ما قبل الهاء ساكنا لك الوجهان, تقول اطلعت عليه, لكن تقول اطلعت عليه أو عليه لك الوجهان. أبوي صددت عنه, لكن تقول صددت عنه أو عنه. أفهم أقرأ لك الوجهان. وأشبهت إذا ملونا وصل. إذا حرف ينصب المضارعة وكتبها الصحابة في المصحف بالألف. قال إذا وقفت عليها قل إذا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا وإن كادوا ليستفزونك ما يضل يخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. قال إذا تقبل بها. أنا قولي وأشبهت إذا منون النصيب لفق بينها وبين قولك رأيت زيدا فألفا في الوقف نونها قولي. قال مبرد اشتهيت أن أكوية أشك أن أكوية يد من يكتب إذا بالألف. قال لا حظ للحروف في التنوين هي مثل أن ولن, لكن ما نقول للمبرد والصحابة كتبوها بالألف. أنا أقول وأشبهت إذا منون النصب فالفا في الوقف نونها قل أخرى. وحذف هي المنقوص للتنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت بعد ما المنقوص الملون. إذا كان مجرورا احذف تنوينه وسكنه, وإذا كان مرفوعا فكذلك, وإذا كان منصوبا فقل عليه بالألف. تقول جاء قاض ومررت بقاض ورأيت قاضيا, وربما وقفوا عليه بالمد بالياء. وقرأ ابن كثير رحمه الله تعالى وما لهم من دونه من والي, ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. قال وغير التنوين بالعكس. غير التنوين أربعة أنواع. المعرف بأل لا تجامع التنوين, تقول إذا كان منصوبا فكذلك, تقول جاء رأيت القاضي قولا واحدا, وإذا كان مرفوعا ومجرورا فكذلك على الراجع, تقول جاء القاضي ومرت القاضي. هذا نوع المنون. الثاني المنادى مثل يا قاض, لك حذف الياء ولك كيف تقول يا قاض أو يا قاضي, واختلفوا فيها ورجح بعضهم كثيرا إثباتها. الثالث من الصرف, تقول هذه جواري ومرت بجواري ورأيت جواري مرحبا جواري. قالوا يا كان منصوبا فالوقف عليه بلا أراد في الجزم, وقالوا وكذلك
إذا كان مرفوعا أو مجرورا. الرابع ما سقط تنوينه الإضافة. تقول جاء قاضي مكة وقف على قاضي قال هو كالمنوني. تقول في الرفع جاء قاض مكة مررت بقاض مكة ورأيت قاضية مكة. رفع أربعة نعم. فنقول وغير التنوين بالعكس وفي نحو مرن يزم ورد إلى بقية من أصل كلمة حرف واحد أنهكتها أضعفتها لم يبقى منها شيء. مرن أصله اسم فاعل من أرى يريه. أرى في اللغة العربية لا يقول أراه يريه أصله أرآه. كلنا نقول ورأى ونقول في مضارع يرى. ما معنى يرى؟ يرى هي يرأى لكن لكثرة التكرار الكبيرة في اللغة العربية حذف الهمزة الذي قالها أصلها يرأى. ولذلك نأى ما مضارعها نأى هي نأى لم يحذفوا همزتها لأن الكلمة لا تتردد كثيرا في الكلام ولك أبقى همزتها. واضحة؟ كذلك أتيت باسم فاعل من أرى يري تقول ملن ملن بقية من أصول كلمة الراء فاعل كلمة الميم الميم حرف اسم الفاعل فاعل اسم الفاعل إذا وقفت عليه تقول مري. واضح؟ الساقط من الكلمة صار الكلمة عينها ولامها. واضح؟ فتقول مري بإعادة اللام وهي الياء. وكذلك لو كان شخص يقال له يفي يفي لو قلت جاء يف أنهكت الكلمة لن يبقى الكلمة للفاء وهو عين الكلمة. تقول جاء يفي ورأيت يفي حتى لا تنهك الكلمة الياء ليس من الكلمة. واضح؟ فنقول وفي نحو مور لزوم ولم يصدق يقرأ مرئي أرأى يرئي مرئي نعم. وغيرها التانيث من محرك سكنه ها التانيث سوف يؤخرها لأن لها بحثا بعد هذا. قال غير ها التانيث إذا وقفت عليه لك إجراءات معينة لك السكون وهو الأصل. تقول جاء زيد مررت بزيد وغيرها التانيث من محرك سكنه. أوقف الروم الروم أن تضعف الحركة جدا. تقول جاء زيد مررت بزيد تبقي فيه الحركة. أوقف رائع أوشمي من الضمة أو الإشمام وهو أن تقف في السكون ثم تحرك شفتيك إلى الأمام. تقول جاء بشير فقط هذا الروم هذا الإشمام. قال بعضهم وصفة الإشمام يطبق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع يكون في المظلوم والمرفوع فقط. إذن هذا الإجران السكون والروم والإشمام ثم ماذا بعدهم؟ أوقف رائم التحرك قلناها بالروم أوش من الضمة قلنا الإشمام نعم. أوقف مضعفة ما ليس همزة أوقف بالتضعيف. تقول في جعفر جاء جعفر مررت بجعفر تأتي برائم. جاء خالد مررت بخالد إذا كان همزة لا يمكن العرب يفرون من همزة واحدة ماذا يفعل همزتين. أوقف مضعفة ما ليس همزة أو عليلا كذلك إذا كان معتلا لا تقف عليه بالتضعيف من الثروة والقاضي والفتى والعصا هذا لا يوقف عليه بالتضعيف. أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا. إن قفا محركا إذا كان إذا قفا ساكنا لا يوقف عليه بالتضعيف. بكر لا يوقف عليه بالتضعيف لو ضعفته لالتقى ساكنا. أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا. إن قفا محركا هذا إجراء. قال بعض وحركات ينقلها لساكن الإجراء الخامس لعله الخامس التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل. قال أوقف وحركات ينقلها لساكن تحريكه لنقل. تقول في بكر جاء بكر تقول جاء بكر نقلت حركة الراء إلى الكاف وسكت الراء. وتقول مررت ببكر أصل البكر نقلت حركة الراء إلى الكاف وسكنت الراقة تذكر. واضح؟ هذا ما نقول. قال الشاعر عجبت والدهر عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لمضربه. أصل أضربه نقلت حركة الراء إلى الباء. هل نقول وحركات ينقل لساكن تحركه لن يحضر. إذا كان ما قبله ساكن لا يمكن. باب ناب قنديل عصفور
ذوب سوق بيت هذا كله يقبل حرف وخلاص. هذا في المرفوع والمجرور فقط، أما المفتوح لا ينقل. لا تقول فيه بكر رأيت بكر، قالوا تذهب حركة الألف، فصار رأيت بكرا، إذا قلت بكر ذهب الألف. واضح؟ هذا في المنون، وحمل غير المنون على المنون. البكر ليست في حركة الألف لأنه ليس منونا، حمل عليه. وكذلك هند غير منونة، ممنوع من الصرف. تقول لا تقول رأيت هند، هذا عند البصريين. والكوفيون لا يمانعون في ذلك، وهو قوله ونقل فتح النس والمهموز لا يراه بصريون وكوفي النقل. واضح؟ اما في المهموز حتى البصريون يجزون، تقول كرهت رايت كرهت او اتخذت الرداء اي المعين. اصل الرداء نقلت من المنصوب لانه المنقول منه انت. واضح؟ وتقول كرهت البطأ، أصل البطأ. واضح؟ وتقول رأيت الخبأ، أصل الخبأ. واضح؟ إذا نقلت من المهموز لا يمانع البصريون في ذلك، أما الكوفيون فيجزون الجميع. فنقول ونقل فتح المنس والمهموز لا يراه بصريون وكوفي النقل. والنقل أن يعد من أوير ممتنع، ولكن في المهموز ليس يمتنع إذا كان النقل يفضي إلى وزن غير موجود في العربية. مثل لا تقول مررت ببشر، هي بشر، لا تقول جاء بشر. بشر فعل في اللغة العربية لا يوجد، لا يوجد اسم في العربية يقال، ولا يوجد في الجزاء العربية فعل وصفيتك وفعل أهملة في التصريف. كذلك لا تقول مررت بقوفل، فعل في العربية يوجد منه ثلاثة، رؤم ودؤل ووعد. شوف معدوم هذا يجوز، لكن إذا كان مهموزا لا حرج عليك. تقول مررت ردء، تقول مررت بكوفئ وهذا ردء لا حرج عليك. فنقول والنقل إن يعدمنا غير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع. اقرأ يا رب تتوصل في الوقف تاء تانيث باسم ها جوع إن لم يكن بساكن صح وصل. تاء تانيث إذا وقفت عليها قالها، تقول هذه شجرة وهذه فاطمة، احترز بها من هاي غير التانيث. هذا التانيث تاء تانيث الاسم بمالك كل كلمة لا قيمة، لا يضع شيء على ذلك. في الوقف تاء تانيث الاسم بخلاف تاء تانيث الفعل، فإنك تقع عليه بالتاء، تقول قامت وقعدت، هاي تاء تانيث لكن لفعل. وكذلك تاء غير التانيث من الفرات والرفات، هذا الاسم التانيث. الوقف تاء تانيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن ينصح أو يصل، إذا كان قبله ساكن فهذه بالتاء، تقول هذه أخت وهذه بنت. فإذا كان قبله ساكن غير صحيح وهو ولده قبل عليه بالهاء، تقول هذه قناة وهذه فتاة. أظهر أنا أقول في الوقف تاء تانيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن ينصح أو يصل، لذلك لا تكون إلا منقلب عن نصب. خلاص وقل لا وهو الوقوف بالهاء في جمع تصحيحا. تقول المسلمات والمؤمنات والصائمات والقانتات وما ضاه ما أشبهه وهو أولات وهيهات. ولا هذا قليل فيه. ومع ذلك سمع من كلام العرب دفن البناه من المكرمات استعلنا بالله، وسمع من كلام العرب كيف الإخوة والأخواه، وسمع من كلامهم وقفنا على الهراه، وقف بعض القراء قال هيها، وقف بعض القراء قال أولاه، ولا أدري من هو. واضح؟ أنا قوله بالوقف وقلل في جمع تصحيح وما ظهر وغير ذين، وهو جمع التصحيح وما ظهر، بالعكس تمام يوقف عليه بالهاء. وسمع من كلامهم قيل لبعضهم يا أهل سورة البقرة، فأجاب بعض من سمعه ما حومنا ولا آية. وسمع من كلام العرب والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كانت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحرة أن تدعى أمت. هذا قليل أنا قليل. وغير ذلك بالعكس أنت أقرأ وقل بها السكت على الفعل المعل بحذف آخره كأعطي من سأل، فعل معل بحذف آخره عللته بحذف آخره إما لجازم أو البناء. تقول لم يعطي، إذا وقفت تقول لم يعطه،
وتقول في أعطي تقول أعطه، هذا جائز ليس واجب. تقول أعطي ولم يعط، لأن أصل الكلمة بقية من ثاني لعين الطرف. واضح؟ أنا أقول وقف بها السكي على الفعل المحل معل بحذف آخر كأعطيهم، وليس حتما في سوى ما تعي أو كيعي مجزوما. وآيعي لو وقفت على يعي لم يبقى من أصول الكلمة إلى العين، تقول لم يعه. وإذا كانت بصيغة أمر تقول عي على حرف واحد، تقول عه. يتعذر أن تبدأ بحرف وتقف عليه، لا يقع على العربية أبدا، لا بد أن تجي بحرف آخر، تقول لم يعه وعه. هل نقوله وليس حتما في سوى ما تعي أو كيعي مجزوما مما بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد. ما الاستفهامية؟ إذا دخل على حرف جر حذفت العرب ألفها. عما يتساءلون؟ لما تحاجون؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تكفرون بآيات لم تشهدوا؟ أنا قلت وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأوليها لها. إذا وقفت عليها شغل القرآن تقول عما يتساءلون، لما فعلت هذا، فيما صنعت هذا، إذا تقف عليه بالهذا وأولي هذا إن تقف. خرجت ما الموصولة إذا دخل عليها حرف جر لا 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 تصحب ولا بها. تقول أعجبت بما أعجبت به، ما موصولة. وكذلك ما مصدرية نحو عجبت مما تكرم زيدا أي من إكرامه. وكذلك ما شرطية نحو بما تفرح أفرح. عندي أربع أنواع. كذلك ما الاستفهام إذا كانت مرفوعة لا تفرح ولفها، تقول ما هذا مرفوعة، ما صنعت منصوبة. واضحة صورة المحل. أنا أقول وما في الاستفهام شرط الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولي هذا. شذ من ذلك قول القائل ألا ما تقول الناعيات ألامه، ألا فاندبا أهل الندى والكرامة، ألا ما تقول محلها رفع وحذف الألف. قال حسان رضي الله عنه على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي. على ما قام مضطر، لو قال على ما لم يزل البيت. أما قوله وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها إن تقف، وليس حتما في سوى من خفضا باسم. إذا كانت لا الاستفهامية مجرورة بإضافة اسم عليك بالهاء. تقول اقتضاء ما تقاضيت، يعني أي نوع من المقاضات. أبوي سعي ما سعيت، سرعة ما أسرعت. إذا وقفت على ما هذه تقول سرعة ما اقتضاء ما. أما المجرورة بالحرف فإن الحرف يكون معك الجزء واحد، تكون الكلمة كبرت قليلا صارت كبيرة قليلا. قلها وإياك لا يفتحت وما لا، تقول لما الصلاة تقول لما أو لما كراسة. أما المجرور بالاسم فهي الاسم مفصل عنها، إذا وقفت عليها قضي بها. أنا أقول وليس حتما في سوى من خفض باسمك قولك اقتضاء مقرأ. ووصل للهائية يجز بكل ما حرك تحرك بناء لزم. قال كل اسم محرك حركة بناء لازمة لا تفارقه لك أن تقف عليه بالسكون. وفي كتاب الله عز وجل وما أدريك ما هي نار حامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم أدنه لا هذا في الفعل، وما أدريك ما هي نار حامية، ما أغني عني مالية، هلك عني سلطانية. ها جاءت بعد يا المتكلم وهي ملازمة للبناء. أما غير ملازم للبناء فلا تلزمه لها. مثال ذلك قبل وما تقول من قبل لا تقول من قبله، جاءت حلامي لا تقول حلامي، هذا شبيه لا هذا شبيه بمعرب. وكذلك لا نفي الجنس تقول لا رجل، هذا بناء غير لازم عرض لها بسبب لا نفي الجنس فتقول لا رجل. وكذلك تقول يا زيد مبني عرض البناء بسبب النداء لأنه منادى على مفرد، لا تقول يا زيد. أنا أقوله ووصل لها، قلت هذا البيت زائد في الألفية ليس منها، موجود في الكافية وساقط من بعض النسخ من النسخ الألفية، فاستنتجت أنه ليس منها وإنما أضافه بعض النسخ إليها من الكافية. أنا أقول وليس حتما فيه
ووصلها الى جسم كل ما حرك تحرك بناء لزم واضح ووصلها بغير تحرك بناء اديم شذ حرك جسم غير مدام البناء وصلها به شذ كقول بعضهم قول بعضهم قال يا رب يوم لي لا اولله ارمض من تحت واضحى من عاله علو ليس بناء ولازما وانما عرض هذا السبب انك قطعت عن الظاهر ونويت المعنى اظهر انا اقول نعم وربما اعطي لفظ الوصل ما للوقت نفسه ما رايكم في الفعل الماضي وهو مبني بناء لازما قال الفعل الماضي لا تحقه التاء لا تقول في ضرب لو وقت ضربه قال السيبوي لا يجوز مطلقا وقال بعضهم يجوز مطلقا وقال بعضهم اذا لم يلبس لو قلت ضربه قد يظن ان هذا ضمير نصب لكن يا قال جلس تقول جلس جلس لا تنسى المفعول اظهر انا اقول وماذا وربما اعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا قال ربما عاملت العرب الكلمه في الوصل معامله في الوقف ومن القراءه لم يتسنه وانظر لم يتسنه بعض القراء يقول لم يتسنه وانظر لا ينطق بها الا في الوقف فبهديه ومقتديه قل لا اسالكم بعض يقول اقتدي قل لا اسالكم وقرا ورش سلام الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي في الوصل يقرا بهذا ومحياي عامل هذا الوصل معاملتها في الوقت وسمع من كلامي في زارة هذه حبلو يا فتى هم يقبلون الالف واو في الوقف في زارة يوقف على الف مقصوره يقولون هذه حبلو هذه عصو وبعضهم يقف في بعض طي يقول هذه حبلي وهذه عصي يجعلون هياء وسمع من كلامهم ان لي طي نسوة تحت الغطي يمنعهن الله ممن قد طغي بالمشرفية سوى طعن بالقني وربما اعطي لفظ الوصل ما الوقف نثرا بالنثر وفشا منتظما ومن قول القائل لقد خشيت ان ارى جدبا في عامنا هذا بعدما أخصب إن الدبا فوق المتون دب وهبت الريح بمور هب تترك ما أبقى الدبا سبسب كأنه السيل إذا سحب أو الحريق وافق القصب والتبن والحلفاء فالتهب كلها عملها في الوصل ما